وضمت حلبة البحرين الدولية العديد من الفعاليات الرياضية التي حظيت بمشاركة واسعة من الجمهور المتواجد في الحلبة، وضمن أجواء مليئة بالحماس لعيش تجربة رياضية جديدة انطلاقا من حلبة البحرين الدولية. شاركت مراسلة تلفزيون البحرين الزميلة شوق العثمان بتجربة القفز بالحبال، نتابع معكم هذه التجربة المثيرة. في اليوم الرياضي دائما نشجع جميع الناس على تجربة رياضات المختلفة، تجارب جديدة، واليوم راح أجرب هذه التجربة فتابعوها معي. كانت تجربة ممتعة ومثيرة، وأيضا حصلنا على هذه الشهادة اللي ممكن تكون لنا ذكرى كنوع من أنواع التجارب الجديدة اللي خذتها في حياتي. أدعوكم كلكم للمشاركة هنا في حلبة البحرين الدولية.